يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخلة منزلة عالية أعطيها إبراهيم عليه السلام وأعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلما أعطي إبراهيم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. السؤال: نسمع ونقرأ لبعض العلماء أن خلة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من خلة إبراهيم عليه السلام، هل في الأدلة ما يفيد هذا الكلام؟ نعم، هو كذلك. الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك. محمد هو أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. مما يدلك على هذا أن الله أعطاه القرآن الذي هو أعظم الكتب، وجعل شريعته عامة للبشرية كلها. قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا ما حصل لأي نبي من الأنبياء، لا إبراهيم ولا غيره. وأيضا شريعته باقية لا تنسخ، بينما شرائع الأنبياء السابقة نسخت بالإسلام. هذا كله يدل على أن نبينا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.